وينضم إلينا من الحدود السورية التركية الصحفي في شبكة فرات بوست السيد صهيب الجابر. أهلا بك سيد صهيب، كيف بدت الأوضاع اليوم في مدينة الرقة؟ نعم، قسد أعلنت إنهاء حظر التجوال في مدينة الرقة، طبعا باستثناء الصوامع، منطقة الصوامع طبعا إلى إشعار آخر. هذا ما وصلنا من معلومات حول إنهاء حظر التجوال تحديدا. هنالك أيضا كان البارحة هنالك خروج لمظاهرة نسائية ضد قسد بمحيط دوار البتاني في مدينة الرقة. طالبنا النسوة بفك الحصار عن أزواجهن وأقاربهن داخل الأحياء التي يتواجد فيها لواء ثوار الرقة. اللواء أيضا بدوره قد وجه بيانا للتحالف الدولي خاطبه. يعني تقصد، عفوا سيد صهيب، تقصد أن حتى النساء والأطفال هم محاصرين الآن؟ ما قصدته هو أن هؤلاء المدنيين سواء النساء والمتظاهرين بشكل عام هم طالبوا بخروج لواء ثوار الرقة، أو بالأحرى بفك الحصار نعم. عن لواء ثوار الرقة داخل هذه الأحياء. طبعا البارحة كان هنالك حملة اعتقالات في صفوف المدنيين شنتها قسد على تجمعات للمدنيين، طبعا بسبب عدم التزام البعض منهم بحظر التجوال المفروض بغير أسباب بدون تبرير على هذه المناطق، فقط لأن لواء ثوار الرقة متواجد داخل المنطقة. طبعا هنالك محاولات اغتيال أيضا بحق قسد كانت في المنطقة الشرقية عموما. في الحسكة البارحة كان هنالك محاولة اغتيال لأحد قياديي قسد في المنطقة. يبدو أن رفض شعبي عام في المنطقة الشرقية يواجهه أو تواجهه قسد في الآونة الأخيرة، وهذا تعبيرا عن استيائهم لممارسات قسد ووحدات بيدة ويبجة في المنطقة، حظر التجوال، تجنيد قسري نعم وغيرها من نعم الممارسات. سيد صهيب، هل جرت اشتباكات بين الطرفين؟ بالفعل كان هنالك اشتباكات بين لواء ثوار الرقة وبين قسد على إثر استخدام قسد تعزيزات منذ يومين. أكثر من 7 حافلات دخلت إلى محيط الحيين اللذين يسيطر عليهما لواء ثوار الرقة، ثم بعد ذلك اشتبك الطرفان. منذ فترة أيضا كان هنالك اشتباكات، هنالك خطف، عمليات خطف نفذتها قسد، هذا ما أطلق شرارة هذا النزاع منذ فترة بحد قيادي لواء ثوار الرقة، ثم بعد ذلك مقتل قيادي آخر أيضا كان على يد قسد شمال شرق مدينة الرقة، وهذا ما أجج النزاع داخل المدينة. الآن نعم. يبدو أن هذا النزاع يتم تأييده من قبل المدنيين، يطالبون المدنيين بفك الحصار عن هذين الحيين الذين يسيطر عليهما لواء ثوار الرقة، وهذا ما تم بالفعل، فك لحظر التجوال، وأيضا تجاوب يبدو أنه كان من التحالف الدولي لفض هذا النزاع. نعم، يعني هناك وساطة من التحالف الدولي لإنهاء هذا النزاع أم فقط يعني تهدئة الطرفين؟ يبدو أن التحالف الدولي هو مستمر طوال الفترة الماضية. كان هنالك أيضا منذ أكثر من أسبوعين تدخل أيضا من مبعوث التحالف الدولي لمدينة الرقة، تدخل لفض النزاع، ثم بعد ذلك هدأت الجبهات. اليوم أيضا عادت وساطة التحالف الدولي لإنهاء هذا النزاع بين فصيلين بالأساس متحالفين خلال عدة معارك. طبعا لواء ثوار الرقة هو كان متحالف مع قسد في معارك عين عرب، في معارك تل أبيض ومعارك أخرى. الآن يبدو أن هذا التحالف على وشك الانتهاء مع قسد بعد هذا نعم. النزاع المسلح الأخير. أشكرك جزيل الشكر من الحدود السورية التركية الصحفي في شبكة فرات بوست السيد صهيب الجابر.